شن حزب الله رشقات صاروخية وهجمات على العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية ومستوطنات شمال إسرائيل والداخل الإسرائيلي، حيث استهدف حزب الله قاعدة نيمارا إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية غرب طبرية برشقات صاروخية. بالتزامن مع ذلك نفذ حزب الله عددا من عمليات التصدي لمحاولات تقدم الاحتلال عند الحدود اللبنانية، ونفذ عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته في شمال إسرائيل. كما أكد الحزب أنه استدرج قوة إسرائيلية خلال محاولتها التسلل باتجاه خلة شعيب في بلدة بليدة، وأجبرها على التراجع موقعا في ذلك إصابات مؤكدة، وذلك بحسب بيان الحزب.